اهلا وسهلا بحضراتكم، حلقه جديده من برنامجكم شيف ستار. النهارده هيكون معايا اتنين من الشيفات الجامدين خالص خالص جدا جدا، الشيف فاديه والشيف اماني. الشيف فاديه من نجوم شيف ستار والشيف اماني لاول مره تنورنا النهارده في البرنامج. اهلا بحضراتكم. اهلا بحضرتك يا اماني. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذه اماني. واهلا اهلا بحضرتك. طبعا قبل ما اعرف منهم هم هيقدموا لنا ايه النهارده، موضوع الحلقه هنتكلم عن المغتربين بره مصر، الشباب بتوعنا اللي بيسافروا بره مصر والصعوبات اللي بتقابلهم والمميزات برضو اللي بيقابلوها بره وهم بيشتغلوا. وطبعا هيكون معانا النهارده الشيف وحيد اللي هيكون في السعوديه بيشتغل بره، وده برضو هيكون مثل اعلى للشباب بره مصر واللي قدر ان هو ينجح في مجال الشيف ويعمل نجاح ويعمل طفرة رغم ان هو لسه صغير. وهنتكلم برضو عن مميزات مهنة الشيف وعيوبها كمان، لان كل مهنة ليها مميزات وليها عيوب. وطبعا الانسان اللي بيقدر ان هو يتحمل العيوب المهنة بتاعته وبيكمل وبيوصل هو الحد اللي بيقدر ان هو ينجح في حياته وبينجح في مهنته وبيكمل وبيعمل طفرة. ودلوقتي على طول هنبدأ نعرف من فادية انت هتقدمي لنا ايه النهارده. يا ريت تعرفي الجمهور هتقدمي ايه. هعمل مكرونه بعيش العصفور. وهعمل مكرونه بعيش العصفور باللحمه. دي اكله جديده بقى يا فاديه. تقولي لنا بقى المكونات بتاعتها. المكرونه مكرونه اسباجيتي بس بتتسلق بطويله زي ما هي. تمام. طيب واحنا بنشتغل هنتكلم. ولحمه مفرومه. مكرونه هي مكرونه اسباجيتي. ايوه. اوكي. طب ما ينفعش مثلا نعملها بنوع تاني من المكرونات؟ لا، هي اسمها عيش العصفور. عيش العصفور. حفظوا يا جماعه كده، خدوا الطريقه من فاديه، عشان فاديه كل مره بتفتكس لنا كده حاجه جديده، فيعني ناخد الافتكاسات بتاعت فاديه. طيب وهكملي يا فاديه اتفضلي. عيش العصفور بنحشيها بقى اي نوع احنا حابينه. ممكن نحشيها جبن ونحشيها خضار، ممكن نحشيها فراخ، بس النهارده عاملها باللحمه المفرومه والجبنه الموتزاريلا. هنعمل حاجة تانية ولا عيش العصفورة بس؟ هنعمل معاها بطاطس بطريقة الخرشوف برضو بنفس الحشوة بتاعت ايه؟ لا استني بس، ما يعني تاخدنيش في دوكا. بطاطس بطريقة الخرشوف ده انت كده دي افتكاسة جديدة بقى من افتكاساتك. يعني الخرشوف قولي لي هتعمليها ازاي وليه طريقة الخرشوف؟ يعني تقصدي انها هتاخد شكل الخرشوفة؟ هتاخد شكل الخرشوف. اوكي، اشرحي بقى للمشاهد. هتاخد شكل الخرشوف، واللي ما بيجيبش خرشوف يستعمل بطاطس. وجنب المكرونه اكتريه الاكل بتبقى بطاطس يعني عاديه، فاحنا ممكن نعمل الاثنين بطريقه واحده. يعني نعمل البطاطس مع المكرونه بنفس تعصيبه اللحمه ونستفاد من البطاطس. بنقدم حاجه تانية فاديه النهارده؟ نعمل طبق سلطه كده. اوكي، هنعمل طبق سلطه خفيف مع الاكل اللي فاديه هتعمله. طيب هنعرف بقى من الشيف اماني، شايفاكي بادئه على طول وبتعملي رقاق. يا شيف اماني بعمل رقاق طري جديد، الناس كلها بتعمله بالرقاق الناشف العادي بتاعنا، بس انا بعمله بالرقاق الطري. لا نعرف بس يعني تقصدي رقاق الطري اللي هو لسه ما دخلش الفرن، مجرد عجينه لسه ما دخلش الفرن؟ لسه، بس هو كده عادي طري. طريقه جديده خالص. إيه عامة أنا بحب ما بيعجنش؟ نعم. ما بيعجنش؟ لا 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 خالص، بالعكس أنا حتى بحب أعمله على البوتاجاز من فوق، بس النهاردة هدخله الفرن بيعمله بيتقلب زي أيام زمان ما كانوا بيعملوها. بس وإن شاء الله هعمل حمام، صينية حمام بالخضار اللي هو بصل وفلفل وطماطم بيبقوا مبشورين بعملهم عليه. بعمل سلطة بنجر لأن سلطة يعني المعروف إن كل الشيفات بيعملوا الحمام بيبقى محشي او كده او بيتحمر، بس وهي دي الطريقه المعروفه في الحمام. فكويس ان انت النهارده هتعملي لنا حاجه جديده ان شاء الله يعجبكم باذن الله. ان شاء الله يطلع ان شاء الله باذن الله. بنبدا على طول واحنا بنشتغل طبعا بنتكلم مع حضراتكم ومع الشيفات الحلوين اللي معانا النهارده. قولي لي بقى يا فاديه، انت من الناس اللي بتحبي قوي قوي شغل المطبخ يعني، وشايفه ان انت دايما بتفتكري حاجات، وعامله طبعا صفحه على الفيسبوك باسم مطعم ام كوكو، مطبخ ام كوكو. فطبعا من الناس اللي شغلك فعلا شكله حلو جدا والتست بتاعك عالي. اشمعنى مهنه الشيف اللي انت اخترتيها؟ يعني هل حابه حاجه جواكي انت كنت بتحبيها وانت صغيره؟ وضحي كده للمشاهد، لان ممكن يكون حد عنده حب للمهنه دي بس هو مش عارف يتعامل ازاي. لا، اول حاجه الفضل لمامتي طبعا، هي دايما وقفتني في المطبخ، حببتني في المطبخ، فحاولت ان انا اعمل منه بقى، اغير اعمل حاجات، طالما حبيته لازم اعمل فيه حاجات احبها.
فوقفت بقى واشتغلت في المطبخ. اكتشفتيها بقى وانت صغيره المهنه دي؟ ايوه يعني. طب قولي لي بقى، كلميني عن المميزات بتاعت مهنه الشيف والدخول داخل المطابخ، ايه اللي انت استفدتيه وايه المميزات لمهنه الشيف من خلال طبعا تجربتك في المطبخ؟ لازم ان انت تستفادي اول ما تحطي مثلا تخشي المطبخ، تستفادي منه من حاجات كتير، تطلعي برامج ان انت تستفادي وكده. الاكل لازم ان انت تستفادي منه وتغيري منه حاجات كتير قوي اوكي عشان تستفادي. بحيث ان انت ايه اللي انت استفدتيه من مهنه الشيف على مستوى حياتك وعلى مستوى يعني حياتك حتى الشخصيه، غير ان انت اتعلمتي اكلات جديده؟ يعني كلميني كده وقولي لنا كده كل حاجه. استفدت حاجات كتير طبعا. اول حاجه ان انا جيت هنا اتبسطت جدا واستفدت ان انا اشتغلت في المطبخ وحبيته، وحاجات كتير استفدتها من المطبخ. هو حلو قوي لما الانسان يحب مهنته وبيقدر ينجح فيها وبيقدر عشان تحبيها. اه طبعا اهم حاجه تحبي لو حبيتي مهنتك هتقدري تعملي اي حاجه انت عايزاها، تعملي طفره فيها طفره كبيره. انا اعرف بقى من الشيف اماني كمان مميزات العمل في المطبخ. يا شيف اماني، والله انا بعتبره متعه، انا بحب جدا متعة. شغل المطبخ هوايتي من صغري جدا، انا بشتغل فيه يعني. برضو الفضل الماما، لان كنت بقف معاها بشوف هي بتعمل ايه، والواحد ابتدى بعد يبتكر يعني في شغله يعني اكتر. انا من صغري وانا بتحبي المطبخ وده دافع من جواكي من وانت صغيره. هو على فكره هي اعتقد مهنه المطبخ هي هوايه جميله، الهوايات اللي الانسان بيكتشفها في نفسه وهو لسه طفل صغير يعني. بس هو دلوقتي طبعا تفهم ان ابنها عنده او بنتها عندها الموهبه تقدر انها تشتغل عليه من هو صغير. طب احنا معانا مداخله يا جماعه، بنتكلم شويه طيب مع الشيف اماني. قولي لي بقى العيوب بتاعت مهنه الوقوف داخل المطابخ ومهنه الشيف، اكيد كل مهنه وليها عيوبها. والله كل صح زي ما حضرتك ما بتقولي، كل مهنه وليها عيوبها وليها مميزاتها، بس انا ما شفتش عيوب في مهنه المطبخ خالص يعني. لا خالص. لا انا اكيد لازم يكون في عيوب. ده اكتر حاجه فيها عيوب. لا ما فيهاش عيوب. هنتخانق دلوقتي على الهوا الشيف اماني مع الشيف فادي، هيتخانقوا مع بعض. الشيف اماني بتقول ما فيش عيوب. انا اقدر اعرف طيب منك يا شيف فادي اعرف يعني في عيوب؟ في ممكن ان حد يعني ايه يبقى يقول لك يستفزك بوقفه المطبخ الكلام ده كله، فمش عايز يحببك فيه. تقصدي من الزملاء نفسهم داخل المطابخ؟ ايوه. ده كل في كل وقت كل مكان طبعا، دايما عدوك عدو مهنتك. أيوة ودايما طبعاً. فكل حاجه فيها المنافسات دي بتبقى موجوده في كل مكان اكيد ان شاء الله. تمام. يعني ما فيش عيوب خالص قبلتك؟ انا بصراحه ما قبليش ولا صعوبات قبلتك ولا صعوبات الحمد لله. طب كان في معانا شيف قبل كده، كانت الشيف دعاء كانت بتقول وهي واقفه في المطبخ هدومها اتحرقت وهي بتطبخ، وشاكل بتاعها اتحرق وقابلت موقف صعب جدا. دي مشكلة. ازاي نقدر نتفادى يعني مواقف الحريق داخل المطابخ، لان الموضوع ده مهم جدا يعني. المفروض ازاي نقدر نتفادى؟ مين تجاوبني؟ نعم. لا هو اللي تتفادى الموضوع دوت اهم حاجه بلبسها، وانها ما تحاولش ان هي تكون لابسه حاجه مثلا كمها طويل توصل للنار. تكون قريبه منها، ما تكونش في سجاده في المطبخ. السجاده في المطبخ برضو بتدي لكن اغلب الناس تبقى. في الوقت الحالي كله بيفرش السجاد في المطبخ. لا يعني ابتدوا يحذروا ان هو اي شراره اي حاجه بتنزل على المطبخ بتاع ان يكون الاطفال برضو ما يكونوش حواليكي. علشان خاطر دي بتبقى متعبه، ممكن بيتاثر يعني بتتلخمي معاهم بتاع باي حاجه. وربنا الستار طبعا ربنا يستر على كل الناس. يا رب يا رب. هي المهنه، انا عايزه اقول لك ان في ناس عندها فن كبير جدا وهم داخل المطابخ بيطلعوا لنا حاجات يعني عباقره المطبخ يعني. من وقت ما بدات ان انا اعمل برنامج شيف ستار شفت عباقره في المطبخ بيعملوا فن، مش شيف خالص، ده هم فنانين وبيعملوا بيرسموا لوحات في الاطباق، حاجه ما شاء الله تاخد العقل وحاجه جميله خالص. احنا دلوقتي نتكلم وموضوعنا برضه النهارده عن المغتربين يا شيف فابيا، المغتربين بره مصر. تمام. تفتكري ان الاغتراب بره البلد ده بيكون له فوائد بالنسبه للشباب، ولا له اثار سلبيه، ولا في اثار سلبيه واثار ايجابيه؟ بالنسبه للمغتربين بره، بصي كل حاجه ليها مميزاتها وليها عيوبها طبعا.
وكل حاجة ليها ضريبتها. يعني ممكن المغترب دوت بيتعلم لغة، بيكسب صداقات جديدة، في حاجات كتيرة بتبقى حلوة. إنما السلبيات بيسيب أهله، بيسيب حاله، بيسيب بلده، بيسافر عشان خاطر يحاول. طيب احنا معنا اتصال دلوقتي، مين؟ طيب معنا يفرة من القاهرة. أهلا يا يفرة، اتفضلي. ألو، ازيك يا شيف؟ معاكي الأستاذة حور ناجي حبيبتي. أهلا وسهلا بيكي. أهلا بيكي. أهلا بيكي. معنا الشيف، معنا الشيف فادية ومعنا الشيف أماني من منورين النهاردة. اتفضلي حبيبتي، تسألي سؤال. ممكن نسأل على سؤال؟ اتفضلي اتفضلي يا يسرى. انا كل ما اعمل ما تظبطش مني، مع اني تبقى مظبطاها قوي. لا علي صوتي يا يسرى، علي صوت، او حاولي تتواصلي معانا تاني. بقولك البسبوسه ما بتظبطش معايا. البسبوسه؟ طيب حد بقى من الشيفات الحلوين معانا النهارده بتحط لها ليمون كتير. البسبوسه مش بتظبط معاها، فهي عايزه تعمل تشوف طريقه البسبوسه الصحيحه. ما بتحطش ليمون خالص في قلب العسل اللي هي بتعمله، ويبقى أوكي. يعني خفيف، يعني كوبايتين سكر معاهم كوبايه ميه. اوكي. وتحطهم وتعملهم من غير من تغلي غلوتين وتحط. عرفي يا يسرى الطريقه، ده سخنه وده سخن معاها فيقوم يتحطوا وتتحط عليها وهي سخنه. ولو حطت معاها حته سمنه على العسل وتحط بيها هتطرى معاها وتبقى زي الفل. طيب احنا هناخد النهارده مثل اعلى من شبابنا، الشيف وحيد والي. جماعه لو في معانا صور تنزل على الشاشه من فضلكم تنزلوها وانا بتكلم. الشيف وحيد والي طبعا من الشيفات اللي سافروا بره مصر في السعوديه، وقدر ان هو في وقت قياسي جدا ان هو ينجح ويثبت نفسه في مهنه الشيف، وبقى من الشيف ستار، يعني بقى شيف ستار. ودلوقتي النهارده انا حابه ان انا اعرض صورته انا وفريق البرنامج معايا، لان هو من الناس اللي فعلا عمل طفره في شغله. معانا اتصال يا جماعه. اوكي، لحد ما يجي لنا اتصال بنتكلم شويه على الشيف وحيد والي، وهو عمل طفره فعلا في شغله. وبنقول له ربنا يوفقك في سفرك بره، واحنا حبينا نعمل لك مفاجاه النهارده، لان دي هتكون معانا فقره دايما في برنامج شيف ستار. مش هننسى ابدا ولادنا اللي موجودين بره في كل الدول، سواء العربيه او الدول الاجنبيه، بنفتكرهم دايما وبندعمهم معنويا، وبنشوف لو ليهم اي طلبات او مشاكل بنعرضها مع حضراتكم على الشاشه. وهتبقى فرصه حلوه جدا ان اهاليهم يشوفوهم في البرنامج. طبعا بيبقى في اشتياق كبير، واكيد بيبقى نفسهم يشوفوهم. وطبعا البلد بتدعم كل ولادها وتدعم كل الشباب. الشيف وحيد من الشيفات اللي قدر ان هو ينجح وفي وقت قصير جدا رغم صغر سنه. انا بحييه من هنا، وبحيي كل الشيفات اللي موجودين بره مصر، وكل شبابنا اللي موجودين معانا ومنوريننا بره، واحنا معاكم بنحبكم وبندعمكم. اوكي، دلوقتي بتكلم بقى معاكي يا فاديه، قولي لي انت عملتي ايه عشان انت كده يعني واخدانا فتوكه كده ومش عايزه تقولي لنا انت بتعملي ايه. بصل وفلفل. فاديه عصبت اللحمه. ايوه. وعملت المكرونه. طب حطيتي سمن او حطيتي دهون في اللحمه؟ زيت. حاجه بسيطه، عشان في بعض الناس مش بتحط دهون خالص، تكتفي بالدهون اللي هي طالعه من اللحمه. من اللحمه يا فاديه، بتهيألي تبقى كفايه. انا جايبه حبه النهارده تقلي عليها. مبوظ الدايت. المكرونه بقى البطاطس، فلازم الدايت يبوظ. مع فاديه الدايت هيبوظ النهارده طبعا. ومعايا البطاطس سلقتها نص سلقه بس. طيب انت دلوقتي قورتيها الاول ولا سلقتيها؟ لا سلقتها بحالها، بطاطسيه بحالها. اوكي، كده مقفوله كده وسلقتها، بعد كده قسمتها اثنين وقورتها. ايوه. اوكي، احطها بقى. هي اكله يعني يعتبر ان هي اكله واحده بس نوعين، بطاطس ومكرونه، فممكن ان احنا نعملها صينيه واحده برضه وندخلها الفرن. ونحشي البطاطس باللحمه؟ باللحمه ونحط على الوش جبنه موتزاريلا. تمام. طيب قولي لي ايه اكتر اكله انت بتحبيها يا شيف امين؟ اكتر اكله؟ اكتر اكله انت بتحبي تعمليها وانت واقفه في المطبخ وبتبقي مستمتعه جدا وانت بتعمليها. مكرونه بشاميل. تحبي المكرونه بشاميل؟ اكيد. اكتر اكله الانسان بيحبها هي الاكله اللي هو بيحب ياكلها. طيب والاسماك طبعا. نحضر فاصل يا جماعه، بعد الفاصل هيكون معاكم الزميله الجميله العزيزه على قلبي زميله ندى نبيل، تكون معاكم بعد الفاصل ومعها ضيفة لسه السيد، وتكمل مع حضراتكم باقي الحلقة. اوكي، لما الفصل يجهز يا جماعة كلمونا.
طيب معانا دلوقتي هنطلع فاصل مع حضراتكم ونرجع مع الزميله ندى نبيل، بس قبل ما اطلع الفاصل حبيت افكر حضراتكم ان اللي فاز بمسابقه الشيف ستار هو الشيف وليد البوس، والشيف الثاني النهارده هنعلن عنه النهارده الشيف محمود غنيم، والحلقه الجايه ان شاء الله هنعلن عن الفائز الثالث، وهم ثلاثه فازوا معانا بمسابقه برنامج شيف ستار. كل التوفيق لكل المتسابقين، اشوفكم حضراتكم الحلقه الجايه على خير، ونطلع فاصل صغير. مساء الخير والسعادة أعزائي مشاهدي برنامج شيف ستار، احنا معانا النهاردة شيفات من أعظم شيفات المطبخ الشرقي اللي هيقدموا لنا أكلات لذيذة جدا في سياق المسابقة والتحدي. معانا النهاردة شيف أماني عدنان، أهلا بيكي. أهلا بيكي. معانا شيف فادي عبد السميع، معانا مرة أخرى الأستاذ فوزي سيد فوزي، عذرا. أهلا بيك. أهلا بيك. منوريني. والله منوريني. ربنا يخليك. قولوا لي بقى هتقدموا لنا أطباق النهاردة وإيه مكوناتها والخطوات بتاعتها؟ يلا تبتدي. أنا عملت مكونات عيش العصفور، وعملت بطاطس بطاقة الخرشوف. تمام. ومقاديرها لحمة مفرومة متعصجة، بصل وفلفل وطماطم وملح وفلفل. تعصريهم وتعملي الاثنين بنفس الطريقه كده. عشان الاثنين نعملهم في صينيه واحده، وحطت لهم صلصه تحت، صلصه طماطم عاديه بتاع بتوم وملح وفلفل وطماطم، وتحطيها في الصينيه، تدخليها الفرن وعلى الوش جبنه موتزاريلا. وانت يا شيف امين؟ انا عامله صينيه حمام، وعامله صينيه رقاق طري باللحمه المفرومه المعصجه، عامله سلطه بنجر بالذره وبالجرجير وكده. بس طب عايزاكم كده تقولوا لي ايه اسهل اكله ممكن الواحد يعملها وهو جعان، حاجه كده سريعه بسرعه، علشان يعني تعرف الساده المشاهدين. لو عملتي مكرونه سباكيتي بسرعه كده، اي مكرونه يعني نفس النوع ده سهل جدا. بسيط ممكن سهل. يعني الواحد ساعات بيعمل بيتزا بيحطها في الثلاجه في الفريزر، بيطلع بيروح عاملها على طول. تعملي على طول كده يعني. طب ايه رايك يا استاذ سيد في الريحه الجامده اللي احنا شمينها دي؟ بصراحه الاكل يفتح النفس. طب انت ايه اكتر اكله انت بتحبها؟ انا عن نفسي الحمام. ده النهارده بقى فيها كل حلقه هقعد اقول انا بحب الحمام كده، الساده المشاهدين هيفتكروني ماشيه ورا بطني. لا ما ينفعش. طيب بدايتكم في المطبخ كانت من امتى وابتديتوها ازاي؟ بصراحه انا دخلت المطبخ من سن صغير قوي، كان عندي 11 سنه. وكان كنت يعني كانت عندي ماما بتشجعني ان انا اخش وكده. يعني كانت بتشجعك مامتك؟ وفعلا دخلت من 11 سنه، وما بقتش بقى بعد كده يعني ياكل من ايديا من ايديا. بس نفس النظام، مامتي على طول سايباني في المطبخ كده، سايبالي المطبخ في حاله. فحبيته جدا. طيب يا جماعه، احنا طبعا موضوع حلقتنا النهارده كان عن الاغتراب، فاحنا هنناقش مع بعض الموضوع ده كلنا النهارده ان شاء الله. فانا بسالكم يعني موضوع الاغتراب بالنسبه للشباب اللي بيسافروا يشتغلوا بره مصر، شايفين ان هو مميزاته اكتر من سلبياته؟ يعني بالنسبه ان هم يعني عايزه يعني نتناقش في الموضوع. بالنسبه للشباب شايفين ان هو بالنسبه للشباب مفيد هو طبعا ليهم، بتبقى فرصه حلوه، بتبقى فرصه حلوه ليهم. بس كل حاجه ليها ايجابياتها وليها سلبياتها زي ما حضرتك بتقولي، وكل حاجه ليها ضريبتها في نفس الوقت. فرصة الغربة حلوة مش سهله لو استعملها صح. نظرك ايه ايجابيات السفر بره؟ ايجابيات السفر بيشوف اماكن جديده، بيكتسب لغه، لا بيبقى في حاجات كتير هو بيكتسبها من هناك. بس طبعا سلبيات ان هو بيتغرب عن اهله، بيتغرب عن بيته صحابه، وكل حاجه زي ما قلت حضرتك ليها ضريبتها، يعني ما بتبقاش سهله. وانت يا فاديه؟ لو سافر صح هيعرف يعيش صح. مميزات أيوة. ان هو سافر وتعامل مع السفر صح. اشتغل في مجال. بس أيوة. هو مش شرط يسافر يشتغل في مجال. بس والله احنا كلنا بنسعى ورا السعاده طبعا. يعني شاب بيسيب اهله ويسيب اسرته ويسافر عشان يبقى له امنيه، عايز يحقق امنيه. طب وانت شايف ان السفر بيحقق السعاده؟ انا شخصيا مش ضد السفر. انا يعني شاب مش شايف حياته هنا، بيسافر للخارج عشان يكون
عايز يكون أسرة. انت شايف ان السعاده في الفلوس؟ مش في كل حاجه الفلوس. السعاده مش كل حاجه الفلوس. السعاده في يكون اسره، يكون بيت، يبقى عنده اسره، يعيش عيشه مستريحه، ما يبقاش ناقصه اي حاجه. بس في ناس بتسافر بره بتبقى تعبانه جدا، تعبانه مش احيانا، مش في كل السفر، مش كل البلاد. في مع احترامي طبعا لكل الشعوب، في شعوب مش بتستقبل الاجانب اللي جايين لهم بطريقه مرحبه، مش بيرحبوا بيهم قوي. فبالتالي احنا عندنا، مع اننا عندنا في مصر احنا بنستقبل جميع الشعوب، الدول، جميع الدول اللي جايه من بره، مش لا يعني. لكن احنا صعب عليهم جدا. ليه بقى من وجهه نظر؟ مش عارف. هو دايما عامه المصري دايما لما بيتغرب بيبقى عبء على الدوله اللي هو رايح، مع ان احنا عندنا، لكن احنا بنستقبل يعني كل الشعوب اللي جايه من بره. شبابنا يعني احنا عندنا المصريين وشبابنا عملوا حاجات ايجابيه كتير جدا لدول بره، وبيبقى عنده طموح، بيبقى جواه طموح عايز يوصل. احنا عندنا شباب، وعندنا يعني زي ما قلت لك كانوا سبب في تقدم دول كتير. انا عن نفسي يعني، والله انا نفسي اسافر بره والله. نفسك تسافر تعمل ايه؟ نفسي تجيلي اي سفريه بره والله، هسافر بره. طب يلا يا جماعه بقى، اللي سمع استاذ سيد يظبط له سفريه وياخده معاك. والله نفسي والله اسافر بره. خدني معاك. واسيب الاسره واسيب كل حاجه واسافر بره. سيب الاسره؟ والله اسيب يعني كل حاجه. يعني انت بتقول لي اسافر اكون نفسي عشان اعمل اسره، انت تقول لي اسيب الاسره؟ عايز اكتر من، عايز تسيب الاسره ليه يا استاذ سيد؟ مش هسيبها خالص يعني، ده فتره مؤقته يعني. فتره مؤقته؟ احسن لك ما تروحش البيت النهارده بعد الجمله دي. ما تروحش البيت النهارده. والله فتره مؤقته مش على طول يعني. انا نفسي اسافر والله. السفر احيانا بيبقى كويس، بيستكب خبره، بيتعرف على شخصيات مهمه، شخصيات كويسه، فبالتالي بيستفيد، بيرجع حتى لو رجع وما سافرش تاني. طبعا مع احتكاكه من الناس ومع احتكاكه بالجنسيات المختلفه بيكون عندك خبره، وبيتعلم حاجات جديده. طبعا بيخش في مجال، بيشوف ناس جديده، شخصيات مهمه، شخصيات مرموقه، يعني بيتعرف على حاجات حلوه جدا بره. انا نفسي والله اسافر، بس تيجي السفريه. خدني معاك بقى. يوم سهل يا رب. شيف اماني، قولي لي، شايفه من وجهه نظرك الاطفال زي نحببهم في اكل البيت، وشايفه ان هم لازم يكون ليهم اكلات معينه، طيب ولو عملنا لهم الاكلات المفروض تبقى عامله ازاي؟ ايه نصيحتك للامهات؟ مثلا يزودوا ايه للاطفال؟ يقللوا ايه؟ يمنعوا ايه؟ كده يمنعوا السويتس خالص، الحاجات الحلوه. اشمعنى بقى؟ يعني تبقى حاجه واحده مثلا في اليوم، وتبقى بعد الاكل، وما يبقاش بعد الساعه 6 عشان ما يهايبروش، ان الحلويات بتهايبر بجد الاطفال. طبعا ما ياكلوش جانك فود. في اكلات في البيت حلوه كتير هي تحاول ان هي تعملها لهم، زي البرجر، زي ال الشيش طاووق، الحاجات ديت، الناجتس، الكلام ده كله. البروكلي يتعمل بطريقه حلوه، الجزر حلو، البطاطا والتاكلت. السؤال ده مهم جدا للامهات. فلازم يخلوا بالهم. طب من بصي يعني. طيب للساده المشاهدين وقولي لهم بقى دي نصيحه للامهات. لا فعلا كلمي فعلا بقى الامهات. ان السويتس دوت يتبطل، يعني قليل جدا لما ياكلوا سويتس، يعني مره واحده في اليوم كفايه قوي. ياكلوا حاجات فيها فايده، ياكلوا فاكهه كده. وانت يا شيف فايده؟ ايوه، اشوف الاكتر اكل ابني بيحب يجيبه ايه من بره اعمله انا في البيت. احاول زي ايه بقى؟ يعني انت شايفه الاطفال بيجذبوا لايه؟ بيعملوا السندوتشات بتاعت بره، اكتريت اكل ايه، شيبسيات، حاجات من دي انا اعملها في البيت. يعني تقدري تجيبي لي طعم الشيبسي في البيت؟ ايوه. طب ما اكله من وراكي. لا، تقدري ان انت تعمليه وتجيبي نفس الطعم في البيت وتعملي كل حاجه في البيت، تشدي لك ايه احسن ما تجيب من بره. فان احنا نحاول ان احنا نخلي عيالنا اكتر تاكل من اكل البيت. انا ولادي واحفادي على طول لازم اعمل لهم الشيبس دوت، لازم يوميا. خلاص انا هبقى اجي عندك تاكليه. نوريني يوميا. الشيبسي في البيت عشان ما يجيبوش. طب وغير الشيبسي؟ غير الشيبسي السندوتشات اللي هم بيشدوا لها بره احنا نعملها في البيت، كليبات، همبرجر، بانيه، اكتر اكل هم بيحبوه ياكلوه الاكل ده. فاحنا نحاول ان احنا نعمله في البيت على قد ما نقدر. طيب سؤال كده بقى، بما اننا في الشتاء وطبعا الدنيا تلج، محدش مستحمل، عايزاكم بقى تقولوا لي كده اكلات حلوه تدفي في الشتاء.
مشروبات ولا اكلات؟ مشروبات واكلات، بس خلينا نبتدي بالاكلات. الاكلات يعني طبعا في غير المحشي مكرونه بشاميل. ياه، خلي بالك انا والاستاذ سيد بنحب المحشي جدا. ده من الحلقه اللي فاتت برضو محشي. لا انا ورق عنب مش كرنب لو سمحت. لا ورق عنب. لا انا الكرنب بيبقى اكتر في وحمام. الحمام والكوسه محشيه باذنجان، كل انواع المحشي حلوه. العدس، الكشري، الكشري المصري. الاكلات اللي هي لا بس الكشري جاب من بره يا جماعه. لا لا لا, لا. طب احنا هنعمل حلقه مره للكشري وتشوفيه باذن الله. طب ماشي، ومستنيه بقى اتست وادوق ان شاء الله. احنا خلصنا خلاص يعني عامه. وايه تاني غير العدس والكشري اكلات كتير حلوه في ايه تاني؟ في طبعا القلقاس من الاكلات اللي بتدفي جدا في الشتاء، ما يتعمل برده مع الحمام او يتعمل مع البط كده بتبقى حلوه. والسبانخ. والسبانخ السبانخ دي بتحشيها مع الفراخ برضو بتبقى حلوة. صدور الفراخ مع السبانخ بتبقى حلوة. تحط مع العكاوي برضو بتبقى حلوة. بينما ما بتحبهاش. لا بتحبها شكلها بتحبها. لا ما بتحبهاش. مفيش كوارع؟ لا كوارع. كوارع احلى دفع. في كوارع بس يعني احلى دفع. مشروبات، في سحلب، في حمص الشام. حمص الشام ده اكتر دفى بقى في الشتاء. حمص الشام وتكتري الشطه عليه. الشطه بقى وعيدك تحمر كده. لا لا بطلي عشان انا مش قادره اكاوم. وشك احمر. في البليله كده مش هقدر اكاوم. في البطاطا بتتعمل بطاطا حاجه طبعا. بطاطا بقى كده وجنبها طبق عسل. طبق عسل كده تحطي وبطاطا باللبن بقى في الفرن صينيه بطاطس. بتحطي لها مع السكر وكده هي بتكرمل معايا. لا انا بحب البطاطا بالعسل اكتر. بالعسل. في حاجه بس بننساها كتير قوي، قرع العسل. قرع العسل بيبقى جميل جدا خصوصا لما بيتعمل برضه. الاكل احسن اكل بتاكليه في الشتاء. تاكلي بقى تاكلي تحت البطانيه. تحت البطانيه. والرجيم يبوظ وكله يبوظ بقى خلاص. ما عادش بقى في ابو فروه. ايه ابو فروه؟ ايه ابو فروه؟ ابو فروه البني دوت. ابو فروه اللي هو بيتعمل منه مايرنج بسيط. ايوه بتعمليه برضه بدل الشتاء كده قدام الدفايه ويتاكل. بس خلي بالنا من الدفايات. المشويات بقى، اللحوم بقى. طب بمناسبة المشويات، المشويات حلوة حلوة في الشتاء. بمناسبة المشويات عايزة خلطات تكون يعني خلطات جديدة بالنسبة لان انا اشوي فراخ وان انا اشوي لحمة بس تكون بنفس الطعم اللي برا، يعني اعملها في بيتي بس بنفس الطعم اللي برا. عندكم افكار؟ ايوه ده كتير. بتبشري بصله، بتحطي عليها بتبشري طماطم، بتحطي روزميري وملح وفلفل، بتحطي ثوم مطحون او باودر، بتحطي دبس رمان. دبس رمان اللي هو الصوص الغامق. الغامق، ما هو دبس رمان صويا صوص الغامق بيديكي احسن طعم مشويات. وبتحطيها وتحطي معاهم شويه زيت وخل وليمون. ليمون كتير. ولبن او زبادي يطري ايه اللحمه المشوية. النسيج بتاعها نفسها بتبقى طري، يطريها من جوه وما تبقاش ناشفه وانت بتشويها. ممكن لبن او زبادي. تمام. طب بالنسبه للفراخ هي نفس الفراخ. ايوه يعني خلطه الفراخ نفس خلطه اللحمه. ولو حطيت لها بدل الزبادي كمان لبن رايب بتبقى اكتر. لبن رايب بتدي مزازه. ومع شويه مستردة مع شويه كاتشب بتروح ليها طعم جميل. انا جعت يا جماعه. جعتي؟ طيب يا جماعة احنا معانا دلوقتي مداخلة تليفونية من الشيف وحيد والي من السعودية. اهلا بيك يا شيف. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. ايه اخبار السعودية؟ الحمد لله تمام والله كله. عامل ايه هناك؟ الحمد لله بخير والله كله تمام. طيب احنا النهارده بنتكلم عن مميزات السفر وسلبياته، فانا عايزاك كده تشاركني الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. ايه اللي انت استفدته من بره؟ ايه الاخبار؟ تمام والله ينور. والله هو اللي استفدناه من السفر هو الصبر، انما هو السفر ما فيهوش مميزات. ايوه. من الناحيه الشخصيه، من الناحيه العمليه هو في تطور وفي طبعا بتشتاق للاهل والقرايب. انت عارف ان انا كل مره عايزه اطلع معاكي. نعم بقول لك طبعا بتشتاق للاهل والقرايب. هو ده بس اللي احنا بنفتقد طبعا في السفر، اللي هو البعد عن الاهل والوطن والحبايب.
انما طبعا هو اللي بيخلينا بنعيش في بيئه جديده، بنعيش مع شعوب جديده، بنختلط بناس جديده، دول عايشه فيه، بتاخد خبرات. ايوه بناخد خبرات فعلا من الشعوب الثانيه ومن الافكار اللي هي الخارجيه حسب الدوله اللي بنكون مقيمين فيها. طيب انت يا شيف وحيد من الشيفات اللي قدرت تعمل طفره في شغلك، فعايزك تكلمني ازاي قدرت توصل للي انت وصلت له دلوقتي، يعني ازاي قدرت تنجح؟ والله اول حاجه بفضل الله عز وجل، وتاني حاجه بفضل دعاء ست الحبايب امي. طبعا كلنا اصلا ماشيين بدعاء الوالده. يعني هو انا النجاح اللي فيه كل الفضل بيرجع لربنا ثم والدتي. ربنا يخليها لي، هي ده سبب نجاحي كله في الحياه، سواء في الحياه العمليه او في الحياه العلميه، في كل حاجه. ومن ناحيه المجال بتاعي طبعا البحث الدائم عن الحاجات الجديده في مجالي. طب شيف وحيد انت ايه اكتر حاجه بتحس ان انت محتاجها وانت بره من بلدك؟ والله اكتر حاجه طبعا غير الحبايب وغير الاهل، احنا محتاجين الدعم المعنوي، واللي هو البرنامج قايل بيه وعامله، ودي حاجه اللي انا احب اشكر البرنامج، بشكر حضرتك، بشكر الاستاذ حور على الدعم المعنوي اللي انتوا عاملينه لكل الشباب خارج مصر. احنا من خلال برنامجنا يا شيف وحيد بندعم الشباب المغتربين، وزي ما طبعا استاذه حور قالت، وبنقدم لكم كل حاجه بتحتاجوها. فعلا ده صحيح، واحنا بنشكركم جدا على المفعول المجهود اللي انتم بتعملوه ده، وجزاكم الله كل خير عليه. ان شاء الله لما تنزل مصر بالسلامه هتبقى ضيف من ضيوفنا، لان انت نجم من نجوم شيف ستار. شكرا جزيلا، وده شيء يشرفني جدا. برحب بيك وبرحب بكل الشيفات اللي بره مصر، وكل مره هيكون معانا حد من الشيفات المغتربين بره. بشكرك ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك. بشكرك يا شيف وحيد، تحياتي. يلا بقى قولوا لي اللي عملتوه. عملت الرقاق والحمام وصينيه سلطه البنجر بالذره والجرجير، وان شاء الله يعجبكم. لا شامم الريحه؟ تمام. عجبك الريحه؟ الله اكبر. انا جعت قوي يا جماعه، وبصراحه متشوقه جدا 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 ان انا ادوق. طب يا ريت تفضلي حاجه كده وتدوقي كده وتقولي لنا عشان نعرف. هاكل وهعمل كل حاجه. لا بجد ريحه الاكل حلوه قوي. ايه هي بقى الطرق اللي بيتعمل بيها الحمام؟ يعني هل في اكتر من طريقه ولا؟ طبعا. طب في حمام مدفون بيبقى مع الرز. طب كل واحده بقى هنا تقول الطريقه بتاعتها، وبعدين كل شيف كده بيبقى ليها سر مهنه. تكه. انا بقى مصممه اعرف تكاتكم. بس بعد ما تقولوا لي على الحمام. انا صينيه الحمام ديت عامله بصل وطماطم وفلفل، ما بحطش بهارات غير ملح وفلفل بس. عايزه احط فلفل سبايسي حامي بحط معاها، بحطهم مع بعضهم كلهم، بحطهم على النار مع الزيت، مع شويه زيت، ولغايه ما بغطيها لغايه ما بتتشرب مع بعضيها كلها بس. وبعدين بحط لها شويه ميه لغايه ما بيستوي. ساعات احط لها فحمايه وتعمل معاها تدي ريحه اكنها شاوي. او بسيبها كده مع بطاطس محمره بتتاكل، مع رز ابيض بيتاكل، بتبقى جميل يعني. طيب طيب كلمني كده يا استاذ سيد. اتفضل يا سيد. اخر حاجه تحب تقول حاجه للبرنامج؟ انا بشكر البرنامج وبشكر حضرتك وبشكر الاستاذه حور ناجي على الضيافه الجميله دي. واحنا كمان بنشكرك. الله يكرمك. خلصت الطبقين. حابه تقولي حاجه؟ شيف اماني. انا شيف اديه. ما انا انا مبسوطه ان انا اتعرفت بيكوا، ودي اول مره ان انا اطلع في برنامك. احنا كمان مبسوطين جدا والله. ربنا يخليك. انبسطتي معنا؟ انبسطت والله، مبسوطه بيكوا. وان شاء الله دايما يا رب مع بعض. وانا طبعا مبسوطه جدا جدا ان طلعت معاكم، وان انا قابلت الاستاذه حور وحضرتك طبعا والفريق كله، ومبسوطه جدا، وان شاء الله نعيدها تاني باذن الله. باذن الله. هنختم دلوقتي حلقتنا، للاسف الوقت خلص.
احب اشكر الاستاذه حور ناجي، احب اشكر فريق الاعداد، احب اشكر الاخراج، احب اشكر ضيوفي الجمال اللي انا اتبسطت جدا ان انا قعدت معاهم النهارده، وهدوق من اكلهم وهاكل وقولي لهم المره الجايه. الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج شيف ستار.